FM. الكلمة ليك. يلتحق بنا سي أحمد بن الطيف ممثل قائمة الشباب المستقلة المترشحة للدائرة البلدية دار علوش. سيدي أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك خويا رامي. مرحبا بإذاعة كابا فام، إذاعة الوطن القبلي، احنا أولاد كابا فام. مرحبا بمستمعيكم. أنا أحمد بن الطيف، أستاذ تربية مسرحية، متخرج من المعهد العالي للموسيقى والمسرح بالكيف، وناشط في المجتمع المدني، مدير مهرجان التانيث الصيفي في دراويش قبل، ممثل عن حي الشهيد أشرف بن عزيزة اللي نسكن فيه، حي جبل السعفي بالتسمية القديمة. وتقدمت المرة هذه أنا وثلة من الشباب اللي يعيشوا في درعلوش، متحصلين على شهادة علمية تقريبا 10 على 12 بشهادة علمية. تقدمنا للانتخابات البلدية، تقدمنا ترشحنا، وإن شاء الله نكونوا في مستوى انتظارات المواطنين. هذا بالنسبة لسيادتكم، ناخذوا فكرة أكثر على بقية أعضاء القائمة، شنو عاملين مش عاملين قبل، فما شكون عنده خبرة في دار الدواليب البلدية، فما شكون خدم في المجتمع المدني، يعني بشكل عام. دونك تقريبا المجموعة اللي معايا هي كلها شبابية كما قلت، أكثر واحد عمره تقريبا 45 سنة، وركزنا على هذا. الكلهم تقريبا كما قلت أصحاب شهادة عليا. عندنا نيلة بن حومة ماجستير في التجارة العالمية، عندنا بديع الباقي إجازة في المدوات بالأشعة والتصوير الطبي، عندنا ريمان ناصر تقني سامي في التجارة، معاوية الجيبسي صاحب فضاء ترفيهي، سوسن بن عزيزة الإجازة التطبيقية في الهندسة الريفية مياه وغابات، وعندها معناتها إجازة أخرى في التنشيط الثقافي، هيك البريني مهندس أول في وزارة التجهيز، نورة بن منصور الأستاذة في الكيمياء الأساسية، لطفي بن عزيزة عامل فلاحي، آية بن سليمان تقني محضر صيدلي، وليد الجابسي شهادة دراسات في العلوم الاقتصاد في علوم الاقتصاد والتصرف، ورؤى الشيخ الإجازة في الحقوق والشؤون العقارية. الكلنا تقريبا ينشطوا في المجتمع. شو معنى ينشطوا؟ أنا أكثر نشاطا بتبعها. دونك هذاك علاش انا ريس قايمه، خاطر كنت كما قلت لك مدير مهرجان، ناشط في المجتمع المدني، عملت برشا تظاهرات ثقافيه، تظاهره تحيه شهر التراث واليوم الوطني لمطالعه المعلومات، والمجموعه كل اللي معايا تقريبا تنشط في البلديه، تجي تدافع على مطالبها في الجلسات العامه. شنو هي نقطه القوه المفترضه بالنسبه لكم انتم في القايمه؟ سامحني قبل نقطه القوه، نحب نقدم تحيه الى اهالي درعلوش في الاحياء كلها، الوقت ما يرفعش، دونك الاحياء الكل نتاع درعلوش نسلم عليكم متساكنين درعلوش. نقدم تحية خاصة إلى إطارات وكوادر ومثقفين مدينة درعلوش، خاطر هما اللي كونونا احنا وربونا باش نوصلوا اليوم نقدموا ترشحنا، للناس اللي ساندونا وخاصة السيد الكيداي بن عزيزة، كافة رجال الأعمال والمؤسسات في درعلوش. نقطة القوة في قائمتنا اللي احنا كما قلنا عندنا تطلع، عندنا خبرة، واحد كيفي أنا مثلا نحكي على روحي، عندنا خبرة في البلدية وفي المجال البلدي. انت كنت قبل في المجلس؟ انا كنت ممثل عن حي الشهيد، دونك نحضر للجلسات ونحضر للاجتماعات ونشارك في بنقاشات في توزيع الميزانيه. سيد احمد، معناها النقاشات مش كيما واحد صلب المجلس البلدي يعرف هو الدواليب تقنيا كيفاش ينجم يعمل في كل ملف، ولا هذا صحيح كلامك بالطبيعه، لكن وقت اللي يبدا معنا انسان في وزاره التجهيز، دونك هو ينجم يفهم كيف تصير المشاريع خاصه في مجال البنيه التحتيه. نجموا نبداو في برنامجكم الانتخابي وناخذوا اهم خطوطه العريضه. برنامجنا اول حاجه هو قدره ربي يكون شامل، خاصه في مشكل البيئه. درعلوش منطقه ريفيه وجميله برشا، وقاعد تصير فيها برشا مشاكل بيئيه، خاصه من مشكل التلوث البيئي مع المصانع والمؤسسات. دونك نحاول نلقاو مع المؤسسات هذه الصناعيه اشكاليه، نلقاو حل في انه يعملوا حل في تصريف المياه نتاعها والملوثه. وشنو المقترح بالنسبه لكم انتم، الحل يعني اللي تقترحوه كقائمة في المشكل هذا الأول؟ الحل في المشكل هذا أنه المؤسسات الصناعية احنا وياهم نتعاونوا، هو يلزم يخرج الكاناليزاسيون نتاعو على البلدية، حتى ما يربطش الصرف نتاعو هو مياه مع الصرف الصحي. هذا الحل الاولاني، واحنا زاد كذلك نكملوا نحضروا قنواتنا ونريقلوهم، هذا البلديه لازم تعملوا بالطبيعه هذايا مع الديوان الوطني للتطهير صحيح، ومع وزاره البيئه والمصالح المعنيه. كذلك عندنا مشكل نتاع الفضلات والبوباله، معناتها يلزمنا فما اهم اشكاليه هي زاد يلزم فما توزيع عادل ما بين الاحياء. بمعنى معناتها البوباله مثلا، ابسط اشكاليه بوباله مش في حي تحط وحي ما تحطش، مش تراكتور البلديه يخلط البلاصه ويخلط ليه، مش شو اسمها البنديسوز تهز من حي وحي ما تهز منه، لازم هذا نحاول نغطيه الاحياء كله، خاصه اللي نعرفه في البلديه انه اللي بوبان مثلا عندنا موجودين في البارك بتاع البلديه توهم كادسين، لكن
ثم حكايه توزيع وثم حكايه خبره كيفاش تنجم تغطي الاحياء كلها. مثلا اللي وسط البلاد مثلا يتمد ماء ماء لي بان ديسوز مثلا لي بوبيل كبار يتحطوا في الاحياء الحياة كلهم يتحطوا فيهم خطر كل حي تقريبا خمسة بوبالات بوبالات 750 كيلوغرام معناتها ما تعباش في ساعة دونك كل مرة في الجمعة تعمل دورة الحي قلت ربي تبدا تنظفها من رجلها مرة في الجمعة مش بيرا برشا درع لوش على فكرة درع لوش على فكرة مش نقول لك حاجة هي تمت بلدية تحدثتها في 7 مارس 94 على 3712 هكتار المساحة نتاعها عدد السكان تقريبا توا دخلنا حر الشارع والرياض ولات 7000 ساكن عدد المساكن 1800 مسكن معناتها ماهيش مشكلة كبيرة ياسر كان تكون عندك سياسة نتاع النظافة تكون سياسة منظمة تنظيم تخرج من الاشكالية هذه إذا فهمت أنا وصلح لي سيدي أحمد معناها بالنسبة ليك أنت الأسطول كافي الموارد البشرية هي كافية جوست فما مشكلة في التوزيع العادل صحيح هذا الأكثر إشكالية فما زاد راهو إشكالية نتاع أسطول وقت اللي ما نعرفوش نتصرفوا في الموارد نتاعنا وقت اللي أنا مثلا في عوض نعمل برنامج نتاع شريان زاد مش كل عامين ثلاثة نعاود نشري تراكتور جديد وتراكتور نشريه مثلا ما يكفيش بالغرض ولا بنديسوز نشريها صغيرة وهي ما تكفيش بالغرض نور مرة نحاول نعمل برنامج واضح نتقدم لصندوق القروض بمطلب واضح باش نقدر هاني قلت الحكاية في دراسة المشاريع في توجيه الميزانية بتاع البلدية نمشي لنقطة أخرى نقطة أخرى البنية التحتية الطرقات والتنوير اليوم أكبر مشاكل تعاني فيها تقريبا بجل البلديات والأحياء في كل البلديات هنا أنا معناتها لو كان نرجع نفس النقطة لو كان المشاريع في البلدية تكون موجهه بالضبط وتكون الدراسه نتاعهم تكون مدروسه تقنيا منظمه وما ثماش ثغرات بصراحه من الاخر احنا بمعنى ثغرات بمعنى الفساد لازم نقضي عليه داخل البلديات وخدمه المصالح الشخصيه لازم نقضي عليهم واحنا هذه مسؤوليتنا احنا الوعد النجم نعطيه لمواطنينا انك تنتخب قائمه الشباب المستقل ويكون احمد بن الطيف رئيس القائمه موجود في المجلس البلدي انا بقدره ربي نضمن لك على شفافيه و معناتها معناتها فساد شنو نحب نقول معناتها يعني تحب تقول اللي كل الصفقات تكون منشوره للعموم وطريقه دراستها وطريقه تنفيذ هالمشاريع زاده خاطر ينجم يجيك مقاول تتفاهم معاه في كراس شروط معينه وينفذ لك حاجه معينه هذا اللي اعطيته له انت مثلا من الاول يكون يدوم 10 سنين و15 عام طريق بينما على طريقه هو ولا خدمته ولا تكون ماهيش تقنيا منظمه بكدا دونك بتصير اخلال اسمح لي سي احمد الخدمه هذه كل ذا اللي ينجم يعاون فيها بكدا المجتمع المدني اللي هو يقول تيان راهو لهنا فما مشكل ولا هنا شنو كيفاش هنا نوليو نخدموا على منطقه التشاركيه وهنا باش ننفذوا التشاركيه، التشاركيه معروفه عند الناس كل موجوده والبلديه من 2000 ومن بعد الثوره ولا تخدم منطقه التشاركيه لكن تنفيذها مش سهل التشاركية انا نشوف فيه مثلا مش لازم المواطن يجيك للبلديه يتشكى علاش المجلس البلدي ما يهبطش للمواطنين في احيائهم علاش انا كل شهر نمشي احنا انا اليوم كيما بطل الناس نشجع فيهم باش ينتخبوني زاد يلزمني ما نغيبش عليهم غدا بعد البلديه ما اليوم حمله انتخابيه لا وانا هذاك شنو نوعد الناس انا نوعدهم اللي بعد انتخابات البلديه ومهما تكون منصبنا في البلديه من في فما شكون وعد برقم اخضر معناه قال بالنسبه لي هو كرئيس بلديه باش يكون عنده رقم اخضر باش المواطنين مثلا لا لا عندي لا رقم اخضر لا مارو ما عنديش حتى رقم انا رقمي دونك انت عندك سياسه البورت ابورت سياسه بورت ابورت المجلس البلدي برئيس البلديه نتاعو الكل لازمها تهبط للمواطنين وتعاين المشاكل وبصفه دوريه ثم علاش ما ننتخبوش احنا دائما زوز اشخاص من كل حي يكونوا هم ممثلين ويحضروا معنا في المجالس البلديه وهم يكونوا نقطه التواصل بيننا وبين المواطنين وانا نشرت معناتها من دوري هذا نطلب من الاثنين مثلا اللي باش يتعينوا معنا في المجلس البلدي انا اللي يغيب يتحمل مسؤوليته ويتم تعويضه بشخص اخر دونك المواطن لازم يكون معك شريك حقيقي في اتخاذ القرارات وفي تنفيذ المشاريع ثم عندنا مثلا مشاريع نحب مثلا انا استاذ مسرح دونك الثقافه تعنيني برشا والشباب اللي عاطل في درع لوش والشباب الصغير عندنا تو 4 مدارس ابتدائيه وعندنا مدرسه اعداديه هذول ما عندهمش نوادي ما عندهمش انشطه وين ينشطوا تقول لي انت تنجم تخدمهم هذول بالمجتمع المدني نجم نخدمهم بالمجتمع المدني تقول لك فما مشمولات وزاره الشؤون الثقافيه وشباب والرياضه حتى البلديه عندها المراه والطفوله حتى البلديه عندها دور سيدي وقت اللي تدعم الجمعيات هذه كيفاش دعمهم قادره باش تدعمهم كيفاش دعمهم مساء قبل كل شيء احنا مثلا دار شباب في 2009 اللي في علمي بيها انه تقريبا تصبت ميزانيتها بقى المشكل في البلديه ما عندناش تيران ما عندناش الارض والارض احنا في درالوش عندنا اكتارات قاعده باسم الدوله موجوده لو كان نسعى احنا
بطرقنا هنا دولة مع الدولة نجم ترجعهم هذوكم الصبغة يولوا تابعين البلدية. يعني وزارة أمنيات الدولة تفوت للبلدية تفوت وبالتالي البلدية تفوت لوزارة الشباب باش البلدية سبت تمويل ذاتي ذكي تعطيه الأرض هي تولي سيء معناتها هو خاطر وزارة الشباب تجيب لك هي الفلوس تجيب لك هي المهندسين باش يخدموا لك أعطيني أنت الأرضية دونك تاخذ الأرضية هذيك تفوتها أنت من عند وزارة الشؤون العقارية اللي كنتي تولي أنت عندك تمويل ذاتي سهلت على وزارة الشؤون الثقافية ولا وزارة الشباب والرياضة باش يمشيوا معك في المشاريع دونك هنا نجموا احنا نترك الشباب نتاعنا وقت اللي نسهلوا على الوزارات باش يبنيوا لنا دور الشباب. بالنسبه مثلا في وزاره الصحه عندنا مراكز صحه اساسيه. انا مش نقول لك انا بلديه ما عنديش دخل فيه ما نجم نعمل حتى شيء، اما شنو نجم نعمل انا؟ نكثف الاتصال مع الوزارات، نقلق الوزارات بمعنى اخر. ديما نمشي ونجي على الوزارات. بالمؤسسات برجال البلاد. وقت اللي انا تكون عندي ثقه مع اولاد البلاد ورجال البلاد ومؤسسات يولي هو كي باش يمد لك مليون ولا 10 للبلديه يولي عنده ثقه اللي هما مش باش يمشيو في منطقه الفساد تنجم بهم هما الفلوس هذاك تعاون المؤسسه الصحيه اللي عندك تزيد تطورها تحسينها مش باش نعملوا حاجه معناتها بمعنى تطورها وتحسنها معناها مثلا في المساحه الاساسيه في درعلوش نجموا نعملوا بيته صغيره نتاع تحاليل في عطل تمشي الهواريه وقليبيا ويتعطل نجموا نعملوا نتاع تصوير بالاشعه حاجات معناتها ماهوش مطلوب نجموا نعملوا ايرجونس خفيف معناتها على الاقل كا ايرجونت في الليل نتاع صغير سخانه كذا حاجه ما يقعدش يجري به بوه لقليبيا ولا المنزل تميم وصار ساعه تلقى مشاكل في قليبيا يقول لك برا الهواريه في الهواريه يقول لك برا قليبيا دونك على الاقل مع حاجات ما قلناش احنا باش نعملوا هذا كله بالتنسيق مع الوزارات واذا كانت كل بلديه عندها الاراده ورجالي في البلديه والمجلس البلدي عنده الاراده وعنده الشجاعه باش يوفر هذا بقدره ربي ما ذراعهم يخونوش والمواطنين ما يخونوش. نحكيو شويه بالبجي شنو عندها الميزانيه البلديه؟ البجي انا كيفاش ميزانيه البلديه تقريبا 700,000 دينار السنه واضح وهي 70% منها ماشيه اجور معناتها البلديه تقريبا 30% فاضل لها باش تراجعوا الميزانيه هذيا في حكايه الاجور مثلا بطبيعه برشا شويه ظهروا لكم الاجور والله ما تصورش انا في الاجور ثم اشكاليه كبيره في البلديه لكن المشكله في المداخيل تاع البلديه المداخيل تاع البلديه ايش معناها وقت اللي انت مثلا انت كمواطن اليوم باش تنتخبني دونك لازمك تحط فيها ثقه انت ما كنت انتخبتني دونك خويا لازمك تحط فيها ثقه باش نبني انا وياك البلاد واش معناها تحط فيها ثقه تولي تخلص بما نقولوا احنا الزبله والخروبه الاداءات نتاعك معناتها هذه يكذب عليك اللي باش يقول لك راه ولا عفو جبائي لحتى لازمك تخلص انت وانا نبنيو اليد في اليد ثم عندنا البحر في درعلوش عندنا الشاطئ هذاك نجم يكون هو مورد رزق للمواطنين ومدخول للبلديه خاطي البلديه ولا لا بالم عندك حدك للباركينج اي وقت اللي البلديه زادت تعطي لوكي للابال خاطر لابال قبل ما تعطي هي لوكي الترخيص البلديه يطلبوا رايها يقولوا لها هل هذين شنو رايك انت انا مثلا نعرف اللي باش تمشي للابال لازمك تجيب موافقه من عند البلديه وقت اللي البلديه تقول لا نرى مانعا ساعتها سهلت على المواطن باش ينجم يحل اكل المشارب وهذاك يكريو وتوفر خدمات للمواطن وتخلي المنافسه في الاسعار ما دخلش موارد البلديه هذا دخل موارد شكون باش يكريهم؟ الكرا للبلديه عمال دخلهم البلديه ثم عندنا سوق الجمله وقت اللي انا مثلا بالنسبه للفلاحه وقت اللي انا نوفر لهم مركز كبير ياسر لتجميع الخضار والغلال والناس تولي تجي الشراية تشري من عندهم مثميكة والناس تحل البلدية قادرة توفر مركز موجود المركز احنا مبني المركز عندنا في بلدية درعلوش طيب فاش نحكيو معناتها نحكيو على خاطر ماناش قاعدين منسقين مع المواطنين وقت اللي السمساره السوق الموازيه تخدم البرة دونك انا يلزمني نفهم على مع السمساره بلغه اوضح يجي اخويا علاش تخدم البرة انت اخويا يجي خذ جراج وحل على روحك خدم هناك وما تدفعش حاجه كبيره للبلديه ادفع منحه بسيطه خرج على الروح في السوق انا والفلاح في عود يقص عليك ما تقصش عليك انا كبلديه هات سلعتك لهنا هو يساعده في عود يعطي للسمساري ولا يجيب للبلديه وسلعته تنقذ فيسع خير من اللي غادي يقعد يجيبها وهاو جا شريه ما تفهمش وياه هو دونك معناتها نجم انا بطرق سهله نجم احنا نرجعوا مداخيل الميزانيه نطوروها باش نقول لك انا نردها 8 مليارات مستحيل من 600 700 مليون الف دينار نجم نردها ما عرفش انا 900 800 الف دينار وهكا وراهو المشاريع هذه باش تبداو واضحين واللي يحب ينتخبني انا كقيم الشاب المستقل من تو نبدا واثق راهو المشاريع هذه مش في ليل ونهار راهي حبت لها سيد احمد ما زلت دقيقه واحده شو تحب تقول للساده الناخبين في دار علوش؟ دقيقه نحب نقدم تحيه الساعه الاعضاء اللي معايا على صبرهم وشجاعتهم وحبهم لدار علوش نحب نقدم تحيه للمساندين نتاعنا كل وتحيه للناخبين في درع علوش المواطنين كلهم قلهم توجهوا للمراكز الاقتراع ما تبخلوش راهو صوتكم يحدد مسؤوليتكم انتوما ويحدد شكون باش تكلفوا على البلديه وكفانا من هذك الاعراض
هذا راهو كل راهو ولاد العلوش. دونك بارك الله فيكم وان شاء الله نكونوا في المستوى. قائمه الشباب المستقل عدد 3 في الانتخابات البلديه، رئيس قائمه احمد بن طيف. شكرا لك سي احمد بن طيف، مشكور. الكلمة ليك.